تفاصيل جديدة تتكشف عن اغتيال إسماعيل هنية، آخرها يتعلق بهاتف مرافقه. فهل كان الثغرة التي كشفت موقعه؟ في مقابلة له عبر قناة إيرانية، المحلل السياسي الإيراني عباس خاميار قال إن عملية الاغتيال تمت عبر خط هاتفي غير إيراني كان بحوزة مرافق هنية وسيم أبو شعبان، وهو ما مكن إسرائيل من تحديد موقعهما عبر التكنولوجيا المتطورة. يار أشار إلى أن حضور هنية لمراسم تنصيب مسعود بازشكيان رئيساً لإيران لم يكن سرياً، واغتيال هنية كان مخططاً له بحسب ما قال. هذا ما أكدته صحيفة The Economic Times التي نشرت أن جهاز الموساد كان يتتبع تحركات هنية لأشهر. كما تداولت مواقع إيرانية خبر أن الموساد ثبت برنامج تجسس على هاتف هنية وتمكن من تحديد الموقع الدقيق لمنزله وشن هجوماً صاروخياً عبر طائرة درون. وكالة التصميم الإيرانية بدورها لم تؤكد أو تنفي، وقالت إن التحقيق ما زال جارياً وسيتم الإعلان عن النتائج قريباً.